Hello, Primary 4. Students, parents, and teachers. In today's episode, we're going to continue discovering the key features in every unit of the book. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا حاجة بتميز الكتاب وهي ال life skills أو زي ما بنسميها بالعربي المهارات الحياتية وده من خلال four dimensions of learning developed by the UNICEF for the MENA region and adopted by the English language curriculum framework learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. واتفقنا إننا عاوزين ولادنا يتعلموا إزاي يستفيدوا من أي حاجة بيدرسوها في أي مجال، والاستفادة دي تساعدهم إنهم يعيشوا حياة كويسة، وبكده يكون التعلم اتغيرت أهدافه من تعلم من أجل الامتحان إلى تعلم من أجل الحياة. وعرفنا إن محتوى كونكت للصف الرابع مبني على الـ 4 pillars دول، وبالتالي بيساعد المتعلم إنه يطور Key Self-Efficacy Skills وفي حلقتنا اللي فاتت اتعرفنا على أول مهارة وهي Learning to Know أو أتعلم لأكون واللي بتعتمد أساسًا على Creativity Critical Thinking and Problem Solving اللي هم الإبداع والتفكير الناقد والقدرة على حل المشكلات وشوفنا كمان أمثلة من Connect للصف الرابع عرفنا من خلالها إزاي الكتاب بيقدم للطلاب فرص كتيرة ومتنوعة To Research Collect and combine information to build their own knowledge. النهاردة بقى هنتعرف على تاني مهارة عندنا وهي learning to do أو أتعلم لأعمل وهي بتعتمد أساسا على productivity, negotiation, decision making and collaboration. طبعا إحنا عارفين إن our modern world is a globalized, highly interconnected and complicated place. وبالتالي الطلبة محتاجين يعرفوا ازاي يشتغلوا بكفاءة وباحترام لبعض. هنلاقي في كتاب Connect for students are provided with opportunities to work collaboratively to perform certain tasks يعني الكتاب بيساعدهم يتعاونوا مع بعض عشان ينجزوا أي مهمة مطلوبة منهم وبكده الكتاب بيركز أساساً على تطوير مهارات وقدرات الطلاب على تخطيط وتنفيذ وإنتاج ودعم شغلهم. So The special focus is directed to developing students' abilities to plan, carry out, produce and assess their work. ودلوقتي هنشوف مع بعض نماذج من الكتاب. لو بصينا على الوحدة الخامسة على سبيل المثال، هنلاقي إن عنوانها Where Do You Work؟ وهنلاقي إن من ضمن الأهداف المذكورة في أول الوحدة إن الطلاب هيسمعوا ويقرأوا ويكتبوا عن العمال اللي في المجتمع اللي عايشين فيه. وهيقدروا يفكروا ويكتبوا عن مميزات وعيوب الوظائف المختلفة وكمان هيقدروا يعملوا تقرير عن الوظائف اللي هيتعرفوا عليها من خلال الوحدة وطبعا ده في حد ذاته بيشجع على مهارة decision making فبنهاية الوحدة الطلاب هيقدروا يعرفوا jobs they want to do and why هنا الوحدة بتقدم لنا الفكرة والمهارة دي مش كده بس دي بتدعم من خلالها الثلاث مهارات بتاعة القراءة والكتابة والاستماع يبقى الفايدة هنا مزدوجة طيب تعالوا كده نبص على الجزء بتاع find out شايفين السؤال ده how can someone become a plumber السؤال ده بقى بيشجع الطلاب انهم يفكروا ويتناقشوا ويتعاونوا سوا عشان يوصلوا للإجابة وطبعا ده بيشجعهم على التعاون اللي هو من أهم المهارات اللي بيتعلموها عشان يحققوا المهارة التانية اللي هي أتعلم لأعمل أو learning to do وكالعادة في كل وحدة هنلاقي إن الجزء بتاع Did You نو know بيقدم للولاد معلومة مفيدة وجديدة عليهم، وهنا المعلومة بتتكلم عن كمية المياه المهدرة سنويا بسبب الحنفيات اللي بتنقط بسبب إنها مكسورة ودي حاجة هما بيشوفوها أصلا في قلب البيت، وبكده هيقدروا يحددوا حجم المشكلة الكبيرة اللي بتنتج عن حاجة صغيرة وكمان هيقدروا يعرفوا أهمية مهنة السباك لو بصينا بقى على الجزء ده هنلاقي ان الكتاب اتنقل لتنمية مهارة القراءة من خلال تعريف الطلاب بأصحاب المهن اللي بتساعدهم على المعيشة داخل وخارج المنزل يعني مثلا عامل البناء الكهربائي السباك عامل النظافة رجل البريد الميكانيكي وكمان سواء الأتوبيس قد إيه شيء جميل إن ولادنا يتعلموا ويعرفوا إن مفيش حاجة اسمها مهنة مش حلوة إحنا بنكمل الفكرة اللي درسوها من بداية نظام التعليم 2 وهي إن كل أفراد المجتمع بيكملوا بعض هنا بقى الكتاب بيقدم لولادنا وبناتنا فكرة مميزة وهي إن أي حد مننا يقدر ينجح في أي مجال أو أي مهنة فبيقدم نموذج لمهنة الكهربائي بس المرة دي شيز أو وومن أميرة يبقى مش شرط أكون ولد أو بنت عشان أشتغل في مهنة معينة المهم أني أثبت نفسي فيها وده طبعاً بيدعم فكرة المساواة وبيرسخها جوه عقول ولادنا وبناتنا وهنا بنشجع الطلاب على التفكير في مميزات وعيوب مهنة عامل النظافة وبالتالي بننمي عندهم مهارة اتخاذ القرار أو الـ decision making وده بيحصل عن طريق التعاون أو collaboration مع زمايلهم وبنكمل الفكرة في الصفحة التانية بس المرة دي هم اللي بيختاروا مهنة معينة بيكتبوا عنها وبيعرضوها على زمايلهم للمناقشة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة يا رب نكون قدرنا من خلالها نوضح لكم ازاي الكتاب بيتناول مهارات مهمه في حياه ولادنا وبناتنا وهنستناكم في الحلقه الجايه عشان نعرف مع بعض باقي المهارات الحياتيه اللي بيهتم بيها كونكت فور